دينا القتابي، بروفيسورة علم الحاسوب والهندسة الكهربائية السورية. كان للمرأة العربية عامة والسورية خاصة أثر كبير في عدة مجالات علمية وبحثية، واليوم سنتعرف على باحثة سورية وبروفيسورة في علم الحاسوب والهندسة الكهربائية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. تابعوا مقالنا التالي لتتعرفوا على البروفيسورة السورية دينا القتابي. حازت دينا القتابي على شهادة البكالوريوس عام 1995 من جامعة دمشق، وعلى درجة الماجستير عام 1999، ودكتوراه عام 2003 من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT. بدأت بالتدريس في معهد MIT في عام 2003، حيث تعمل حالياً كبروفيسورة في قسم الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسب الآلي، وهي مديرة مركز MIT للشبكات اللاسلكية والحوسبة المتنقلة، كما أنها عضو في مختبر علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، حيث تقوم في هذا المختبر مجموعة أبحاث الشبكات NetMIT. تشمل أبحاث دينا القتابي مجال الشبكات اللاسلكية وهندسة تمرير المعلومات وأمان الشبكات، وتعتمد على عدة أدوات في علم الرياضيات كنظرية التحكم ونظرية الترميز لحل المسائل التي تعترضها في أبحاثها. يتركز معظم عملها حول الشبكات اللاسلكية وجعلها أكثر أماناً وفاعلية للاستخدام والعثور على استخدامات جديدة لهذه الشبكات ولشبكات الهندسة الخلوية. كما تبين دينا، فإن أحد الأمور المميزة في الشبكات اللاسلكية بنظرها هي أنها تدمج علم الكمبيوتر الشاسع مع قوانين الفيزياء اللازمة لنقل الإشارات اللاسلكية، مما يولد عدداً كبيراً من الفرص لإيجاد تقنيات جديدة لم تخطر على بال أحد مسبقاً. من الأعمال التي شاركت فيها تطويرها لجهاز ويتراك، وهو جهاز يتتبع الحركة ثلاثية الأبعاد للمستخدم من إشارات الراديو المنعكسة من جسمه، ويعمل الجهاز حتى لو كان المستخدم محجوبا عن الجهاز أو متواجدا في غرفة أخرى. ويتراك لا يتطلب من المستخدم أن يحمل أي جهاز لاسلكي، ومع ذلك تتجاوز دقته دقة أنظمة RF الحالية، والتي تتطلب من المستخدم حمل جهاز الإرسال والاستقبال. هذا الجهاز قادر على تحسس الإشارات اللاسلكية التي قوتها أصغر بمقدار 100 مرة من إشارة الواي فاي، و1000 مرة أصغر من الإشارات المستقبلة في الهواتف المحمولة. ولهذا الجهاز مجموعة واسعة من التطبيقات، مثل الألعاب المنزلية. وعلى عكس واجهات الألعاب الحالية، يمكننا الجهاز من اختيار ألعاب لا تتطلب أن يقف اللاعب أمام اللعبة تماما، فالجهاز يستطيع تتبعه حتى وهو يركض في الممرات أو يختبئ وراء الأثاث والجدران من الأعداء في ألعاب الفيديو. رصد المسنين وكشف سقوطهم، حيث أن السقوط هو السبب الرئيسي لكل من الإصابات المميتة وغير المميتة للبالغين الذين تفوق أعمارهم 65 عاما. ويجدر بالذكر أن أنظمة الكشف عن السقوط الحالية تتطلب من المستخدم ارتداء أجهزة الاستشعار أو وضع كاميرات في المنزل، بينما ويتراك يستطيع الكشف عن السقوط مع دقة 96.9% عن طريق استخدام الانعكاسات خارج جسم الشخص. التحكم بالأجهزة المنزلية. يسمح الجهاز للمستخدم أن يتحكم بالأجهزة المنزلية مثل إشعال ضوء أو إطفائه، وذلك عن طريق الإشارة باتجاه الضوء. وبالطبع فللدكتورة دينا قتابي العديد من المشاريع الأخرى، مثل إظهار إمكانات التداخل الراديوي لزيادة عرض النطاق الترددي وتطوير بروتوكولات البيانات التي تعالج ازدحام الشبكة. هذه المشاريع أظهرت قدرة الدكتورة دينا القتابي على ترجمة التقدم النظري العلمي إلى حلول عملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع. هذه الإسهامات العديدة جعلت منها رائدة في مجال الاتصالات اللاسلكية، وسرعت عجلة تطور قدرتنا على تبادل كميات كبيرة من المعلومات بشكل آمن وبأريحية خلال تنقلاتنا.
وفي يوم المرأة العالمي وفي كل الأيام نكون فائق الاحترام للدكتورة دينا القتابي ومثيلاتها على ما قدموه للمجتمع العلمي والبشرية، فأصبحوا خير قدوة ومثال لرجال ونساء المجتمع العربي.